ما شاء الله رائع. هنعمل اليوم البانكيك الياباني. مثل ما شايفين المكونات كتير بسيطة وموجودة عنا بالبيت. بيضتين، ملعقة صغيرة من الفانيليا، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام طحين، وملعقة طعام من الحليب السائل. هلا حزيح المكونات شوي على جنب، وبجيب عندي جاط وحأفصل بياض البيض عن صفار البيض. فصلت الصفار حطيته هون وحطيت البياض هون. هلا حبلش اخفقهم. بسم الله. ما تاخذوني اذا عجتكم بالصوت، بس ليكو كيف صار بده يصير بهالطريقه، انه بطريقه لما بقلبها ما بيوقع شيء. شايفين كيف؟ هلا حضيف عليها ملعقه السكر على دفعتين. هي اول دفعه بحرك، وهي الدفعه الثانيه كمان بحرك. شفتوا كيف صار؟ هلا ححطه على جنب. حجيب عندي الجاطة التانية، ححط فيها صفار البيض. بسم الله. وبحط فيها فوقها ملعقة الفانيليا، وبخفقهم بنفس الخفاقة من دون ما اغسلها. حضيف هلا الطحين، بس الطحين ضروري انخله. الطحين وملعقة البيكنج باودر كمان بخفق. هلا بضيف ملعقة حليب. بسم الله. ونخفق. هلا حضيف عليه بياض البيض. طبعا بضيف بياض البيض تدريجيا، بشيل شوي. هو السر بهالأكلة انكم تخفقوا بياض البيض، بتخليها تطلع ناجحة مليون بالمية. بخلي أول قسم يندمجوا منيح. شايفين الطريقة اللي عم قلب فيها؟ منو خفق هيك، لا، منشيل ومنقلب، منشيل ومنقلب. هلأ أضيف بقية الكمية. برجع بحرك لبين ما يندمجوا كتير منيح. شفتوا كيف طلعت معي؟ شفتوا قوامة؟ أنا هيك بدي إياها بهالطريقة. لاحظتوا كيف؟ ضروري تكون قوامة هيك تتنشوى معي بالطريقة المزبوطة. هلا حبلش أقليها. هلا هي صراحة لنا قلي ولنا شوي، ما بيعرف الواحد شو بده يقول عنها. مثل ما شايفين، شايفين النار كيف قوية؟ بدي وطيها على أوطى درجة. بحط المقلية على النار وبنطر عليها تتحمى مزبوط. وبعد ما تكون حمية المقلية عندي هون كتير منيح، عندي هون قطعة الزبدة بس حمرقها هيك بهالطريقة هاي، بس حشيلها. وححط هلأ شوي من عجينة البانكيك يلي عملناه. شوي بنطر عليها 30 ثانية بس، وبحط عليها الكمية التانية. وبعد 30 ثانية حأرجع أحط عليها شوي. هالتكنيك هذا كتير مهم، وبجرب قد ما فيني خلي شكلها دائري بهالطريقة هاي.
بس شوي هيك خليها طالعة مثل مثل الجبل هيك، بتركها هيك، بخليها هلا لبين ما يحمر كعبها وبغطيها. هلا بتركها هيك، بعد ما غطيتها مدي ما بتتجاوز ال5 دقايق، طبعا على نار كتير كتير نيسة. هلا حقلبها. ليكو لما بتكون النار خفيفة حتتحكموا فيها كتير منيح، يعني أنا بمساعدة إيدي رح أقلبها. شفتوا كيف شكلها؟ ما شاء الله، الله يبارك، يعني بانكيك ياباني بامتياز. هلا برجع بغطيها وبتركها شي 3 دقايق. هلا بعد مرور 3 دقايق فينا نقول انه استوت. ليكو فيني حط ايدي على غطا المقلاية لانه منا سخنة، النار تحت المقلاية شمعة، يعني يا محلى الشمعة. بقى لو ما كانت النار واطية ما حتنجح معكم. هلا حشيلها. ما شاء الله، يعني شو هيدا؟ شي كتير حلو. واو ما شاء الله. حارجع ادهن شوية زبدة واعمل الباقيين. هالمرة اجى عبالي اعملهم صغار شوي، مثل ما شايفين حطيت اول وش. هلا بتركه تياخد شوية كعب، يعني شغلة 30 ثانية 40 ثانية. برجع بشيل وبضيف فوقه هيك بهالطريقة، فوقه على الراس من فوق، وبكمل الكل بنفس الطريقة. حقلبهم، صراحة حقلبهم بالكيردون مع ايدي لانه هني منن سخنين كتير، بخاف الملقعة تنزعلن شكلهم. هأعمل هيك، شفتوا كيف؟ بسم الله. هالمرة ما حاعطيكم رأيي، حاترككم انتو تجربوها وتكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات وتقولوا لي رأيكم فيها. كنت موسخة كنستي كمان خلال الفيديو، وسختها بملعقة البانكيك، ما تأخذوني ما كنت منتبهة. إذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب تتشجعوني نزل لكم فيديوهات أكثر. باي.